عندنا ورقة حلويات وعندنا ورقة لحمة. حتى بورقة اللحمة هم كده كده الورقتين هيتحطوا في الفرن. أنا ما بسويش حاجة بره، وده اللي بيسهل لي الدنيا عليا. أنا ممكن أروح عاملة كذا ورقة ورمياهم في الفرن يستووا على ما أعمل الفتة، يبقى أنا خلصت كل حاجة في وقت واحد. طيب هتنزل مقادير ورقة اللحمة الأول، ونبدأ نحضر الأدوات اللي هنشتغل بيها. كل اللي أنا محتاجاه، محتاجة ورق زبدة ومحتاجة ورق فويل. تمام. ومعايا ايه تاني بقى يا رغده في المقادير بتاعتنا؟ معايا نص كيلو لحمه ضافر. ايه لحمه ضافر اللي انت بتتكلمي عنها دي؟ يعني ايه لحمه ضافر؟ هي لحمه البفتيك، اللي هي القطعه اللي هي بنقطع منها البفتيك، بس بنقطعها قطع صغيره بالشكل ده. ورقه اللحمه النهارده احنا عاملينها مش ان هي فيها لحمه مكعبات، لا، انا عاملاها لحمه رقيقه جدا، اسمها لحمه ضافر او لحمه ضفر، اللي هي تحسوا ان هي زي جوز الهند الضفر كده، مبططه وعريضه ورقيقه جدا. فافضل حته نستخدمها للورقه بتاعتنا دي اللي هي لحمه البفتيك. هاتي نص كيلو بفتيك او كيلو بفتيك، وقطعيه قطع صغيره زي ما قدام حضرتك كده. معانا ايه تاني يا رغده؟ اربع بصلات مبشورين، اتنين فلفل احمر حامي مفروم، معلقتين كبار من السمنه، ورشه حلوه كده جوز الطيب، وبهارات لحمه وملح وفلفل اسود، واكتر من كده مش عايز. ماشي يا رغده. وبصوا كده معانا بوله، وهحط فيها البصل المبشور، وحلاوتها في البصل الكتير عشان يديني تطعيمه حلوه. معايا ايه؟ بهارات، جوز الطيب، فلفل حامي، انا الاسهل ان انا اخد البوله دي احط فيها نيك، وادي الملح والفلفل الاسود، اكتر من كده مش عايزه. هبدا ان انا امسك ده كله كده واعمل كده، ادعك ده كله كده مع بعضه، البصل بالفلفل بجوزة الطيب بالبهارات بالملح بالفلفل الاسود بالشكل ده كده، واروح عامله ايه؟ واروح عامله كده اللحمه اللي احنا مقطعينها من البفتيك اللي هي الضافر، واقلب كله مع بعضه. تخيلوا بقى اللحمه هتاخد وقت؟ لا، طب انا ليه مقطعه البصل مبشور ومش مقطعاه مكعبات؟ علشان نفس النظام ما ياخدش وقت مع ورقه اللحمه بالشكل ده. دي ما بتكملش في النار نص ساعه، يمكن اقل كمان بالشكل ده كده. كده تمام وزي الفل. كل اللي انا محتاجاه دلوقتي هعملها عباره عن ورقه او سره، ايا كان اللي انتوا عايزين تسموه. محتاجه ورقه فويل، وقدها ورقه زبده بالشكل ده كده، وهروح عامله كده. شايفين الكمره دي؟ انا كمرت اللحمه مع البصل ومع التوابل والحاجه اللي انا حطيتها كلها، بس مش عايزه اكتر من كده. وفي صينيه وعلى الفرن اهي، انا هحط في صينيه كبيره عشان نفس الصينيه دي هي اللي اسوي فيها الورقتين التانيين. ادي اول ورقه عملناها. الفرن بتاعنا شغال على درجه حراره 200، درجه حراره 200، وهخلي كده اهي كده اهي عشان ابقى معلمه ان دي ورقه اللحمه، عشان لما احط الورقتين التانيين اشوف ايه اللي اتحط الاول والتاني. علشان حد هيقول لي نونا انا هعمل الثلاث ورقات وعندي فرن بوتاجاز واحد، هو انا هستنى لما دي تستوي واكون طلعتها والتانيه تستوي تكون بردت معايا؟ لا، يبقى انا كده حللتك المشكله. صينيه كبيره واحط فيها الثلاث ورقات، وما تستنيش لما تعملي الثلاث ورقات مع بعض. تمام. عملنا اول واحده اهي، الفرن شغال على درجه حراره 200، هحطها في الفرن. والورقه الثانيه تخلص هروح فاتحه الفرن واشوف دي كان وقتها قد ايه، واشيلها وابدا ان انا احط الثانيه، وهكذا علشان يبقى ده ورا ده ورا ده، علشان ما تبدايش ان انت تستني كده كده.
تمام نقفل. معانا كيلو ونص حلويات، والحلويات طب اديني فرصه ان انا اقول لهم الحلويات ايه. والحلويات عباره عن ايه معانا النهارده؟ معانا سمين، ومعانا قراقيش، ومعانا حته من القلب، ومعانا حته من الدوش، ايا كان ايا كان الحلويات اللي موجوده عندك دي، حاجات بتتحط في رغيف السمين نفسه. فاللي انت عايزاه كله ممكن تعمليه ويسمى من ضمن الحلويات. طيب معانا ايه يا رغده تاني؟ ثلاث بصلات زوليان بالشكل ده كده، طماطميتين مبشورين، ومعلقتين كبار من الثوم المفروم، ومعلقتين كبار فلفل احمر حامي مفروم. وحلاوه الورقات اللي احنا بنعملها ان بيبقى فيها فلفل سبايسي، مش عايزه تحطيها ما فيهاش مشكله، بس هي حلاوتها لما بنحط لها حاجه حامله. معانا ايه كمان؟ زيت وسبع بهارات وملح وفلفل اسود، هي زي ما رغده زي ما رغده قالت كده. طيب ببدا اعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ادي البصل، وعلى البصل على طول علشان ابدا ادبله مع بعضه، ببدا ان انا احط ملح وفلفل اسود. بالشكل ده كده. وابدا ان انا ادعكه مع بعضه كويس جدا. بالشكل ده. بصوا ببدا ان انا يتفكك مع بعضه كده، هيبقى تحفه لما بيدخل بقى الفرن ويبدا ان هو يستوي. وليه انا مختاره التقطيعه بتاعته بالشكل ده؟ عشان يديني شكل وتطعيمه حلوه جدا، ومع النشفان بتاعه في الفرن تحس ان هو بيبقى مكرمل، بيدي تطعيمه حلو قوي. بالشكل ده كده. مجرد ما ببدا ان انا ادبله بروح حاطه الفلفل، حاطه الثوم، ادي الكمون، وطبعا احنا حطينا ملح وفلفل اسود. ابدا ان انا طب اديني حبه كمون كمان مع السبع بهارات. ما شاء الله عليكم. بالشكل ده كده. واروح حاطه الطماطم المقشوره، واقلب ده كله مع بعضه. شايفين شكل التتبيله نفسه عامل ازاي؟ ما شاء الله عليه. طيب كل اللي انا محتاجاه دلوقتي هعمل ايه؟ هروح جايبه بوله اكبر يا شباب، عشان مش هستنى. بصوا كده، خلاص مش هستنى. بالشكل ده، عشان حتى الكميه دي مش هتاخد البوله. عملت كده، بصوا فضيت كله مع بعضه مع التتبيله اللي احنا عملناها، وهبدا ان انا اقلب كله وادعكه مع بعضه علشان احطه في الورقه ويستوي كله مع بعضه في الفرن. بسم الله. شايفين الشكل عامل ازاي؟ ما شاء الله عليه. الدهون بقى اللي احنا حاطينها دي مع القراقيش مع القلب، لما بيستووا مع بعض في الفرن وكله يشرب من بعضه، التسويه بتاعته بتطلع عايله. طيب هو ده كمان يا نونا هياخد نص ساعه بس في الفرن؟ لا، ده هياخد اكتر. طب ليه؟ علشان فيه قلب، والقلب اللي فيه بياخد وقت في التسويه اكتر من لحمه الضافر اللي احنا حطيناها. طيب يبقى احنا كده حطينا اللي في الفرن اللي هي ورقه اللحمه، كان وقتها قد ايه يا رغده؟ حطينا وقت بقى لها قد ايه؟ بقى لها ربع ساعه. طيب خليكي فاكره ان قدامها كمان ربع ساعه، لكن دي ممكن تاخد من ساعه لربع ساعه. ليه؟ علشان انا ما سويتش على النار من فوق، انا كله مسويه جوه. كله مسويه جوه في الفرن، فالقلب هياخد تسويه اكتر. ولما ياخد التسويه بتاعته يبدا بقى البصل يكرمل، تبدا كل حاجه تستوي معاه تمام وزي الفل. بسم الله ما شاء الله. بصوا كده بالشكل ده. حاجه ريحتها اصلا تتاكل نيه. كده بالشكل ده. دي بقى ممكن ما احطهاش مع الورق في نفس الصينيه، لو انتوا عايزين ان هي تبقى اصغر اعملوها زي البقجة، لكن انا هحطها في صاج
علشان تستوي كويس معايا زي ما انتم شايفين. فاضل دلوقتي ورقه الكبده، ودي اسهل منها ما فيش. ولو مش عايزه تعمليها ورقه ما تعمليهاش، لان الكبده البلدي بتاعتنا ساعه الذبيح يا دوب ان هي معلقه سمنه ورشه فلفل اسود وملح وخلاص، الموضوع انتهى على كده، بتبقى في منتهى الجمال. طيب انا كل اللي انا محتاجاه دلوقتي المقادير هتنزل معانا على الشاشه. انا حاطه كمان مع الكبده بتاعتنا البلدي قطعه مكعبات، ومعاها ليا وتوم وعصير ليمون، ومعايا رشه جوز الطيب وكزبره وملح وفلفل اسود طبعا. نونا انت على طول بتقولي ان الكبده ما تحطلهاش فلفل اسود، لا دي تحط لها فلفل اسود، حلاوتها في دي في الفلفل الاسود. الكبده الاسكندراني والكبده اللي هي ام رده او دي ما نحطلهاش فلفل اسود. بسم الله. مقاديرنا بتقول ان احنا معانا ايه رغبه. معايا كيلو كبده بلدي مكعبات، وربع كيلو ليا مفرومه، معلقتين كبار من الثوم المفروم، ومعلقتين كبار من عصير الليمون، وزيت وكزبره ناشفه، وزيت وكزبره ناشفه، ورشه جوز الطيب، وكمون وملح. بصوا كده انا هحط كله مع بعضه في الوصفه. ليه عملت حاجه زي كده؟ علشان اي دم محطوط فيها ينزل، انا مش عايزه السوائل اللي تبقى فيها دم هعمل بيه ايه؟ فانا عايزه يا دوب كله يبقى على المصفه كده بالشكل ده. اللحمه معايا على النار تمام وزي الفل، الرز استوى معايا، الصلصه استوت واتقفل عليها. هنشوف ورقه اللحمه شكلها عامل ازاي، ونطلع ورقه الحلويات، وعلى ما نقدم تكون الكبده بتاعتنا خدت التسويه بتاعتها. احنا عارفين ان احنا مش عايزينها تستوي جامد، يا دوب ان هي 10 دقايق ربع ساعه بالكتير علشان نستفاد بالفوائد اللي فيها بالشكل ده كده. وهبدا ان انا افضيها في ورقه زبده مع ورقه فويل. بسم الله بالشكل ده. ده اللي انا بتكلم عنه، طول ما هي في المصفى احنا مش شايفين دم، الدم والكلام ده كله نزل في المصفى فمش هتبقى في وسط الاكل. هبدا ان انا اعمل كده. الشكل ده كده عملت طلب كبد. طيب دي فاضل لها قد ايه يا رغده؟ لا انا لسه حاطاها. طيب كده نطلعها دلوقتي عشان نحط ورقه الكبده. انا بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى معايا كده، انا عايزه الصينيه وهي سخنه زي ما هي. هعمل كده وهحط الكبده في نفس الورقه اللي كان فيها، في نفس الصينيه اللي كان فيها اللحمه، عشان تبقى سخنه كويس جدا وتستوي معايا اسرع، ما اضطرش ان انا استنى تاني. بصوا معايا، بسم الله ما شاء الله. المنظر عامل ازاي؟ انا ممكن ان انا اعمل كده؟ لا قطعت. فابدا ان انا اطلعها من الورقه بتاعتها واغرفها. شايفين المنظر؟ بصوا عامل ازاي؟ وريحتها هايله. ريحة البصل مع التوابل مع جوز الطيب في منتهى الجمال. بالشكل ده كده حاجة عظمة. يبقى ورقة اللحمة زي ما حضراتكم شايفين كده عملناها بطريقة سهلة وبسيطة وما خدتش مننا وقت خالص.
اكتر من كده مش عايزه. اهي دي ورقه اللحمه، فيها نطلع الورقتين كمان اللي في الفرن. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالنا واحنا بنفتح الورق الكلام ده كله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شايفين المنظر؟ بصوا كله مستوي معانا وزي الفل. ممكن اقدم ده كده بالساق زي ما هو. حاضر، ثانيه واحده، اديني بس ثانيه واحده عشان نطلع الورقه الثالثه. بسم الله. بالشكل ده كده نطلع اخر ورقه معانا. هاخدها زي ما هي. شايفين؟ ادي المنظر بتاعها، هقدمها زي ما هي كده بورقتها. بسم الله. خليها هنا.